طيب لو جينا بقى نقول الزمالك النهارده ومباراته، هل الزمالك ما عندوش بديل غير انه يفوز؟ الزمالك طبعا ما عندوش بديل غير انه يفوز. يعني انا نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره، خساره من سموحه فيها الدوري، تعادل على ارضه امام بترو اتليكو في تحقيق دور المجموعات رغم العوده في الشوط الثاني، ولكن تعادل بطعم الخساره امام بترو اتليكو، لان نادي الزمالك الجوله النهارده بيقابل سجرادا الانجولي في ملعبه، رغم طبعا ان هو حديث العهد في البطولات الافريقيه، ولكن في النهايه انا بلعب فريق خارج ملعبي، ما اعرفش الظروف هتبقى عامله ازاي، الرطوبه، الاجواء، الملعب هتبقى عامل ازاي. دي النقطه الأولى. النقطة الثانية إن نادي الزمالك الجولة الجاية كمان أمام الوداد المغربي في ملعبه، والنهاردة الوداد برضه بيقابل بترو أتليكو في ملعبه في أنجولا، فوز بترو أتليكو أكيد بيعمل مشاكل كبيرة جدا لنادي الوداد في مقابلته الجاية أمام نادي الزمالك، ونادي الزمالك راح المغرب، فخسارتين لا قدر الله قادمتين للزمالك أمام سجرادة والوداد تعمل مشكلة كبيرة جدا. فنتمنى إن الزمالك يمر النهاردة بمباراة سجرادة اللي بالمناسبة هتكون نادي الزمالك دايما في مباريات الفرق الانجوليه لا يخسر حتى خارج الارض باستثناء مباراه واحده. مباراه واحده في تاريخ الزمالك خسرها في انجولا، اما بقيه المباريات كانت يتعادل يفوز، وبالتالي النادي الاهلي نادي الزمالك عفوا امامه ان شاء الله فرصه النهارده ان هو يحسن موقفه في المجموعه، يفوز على سجرادا يديله دفعه في الجوله القادمه امام الوداد المغربي اللي هو عظيم. الجولتين المباراتين الجايه في المغرب اللي بعدها هتكون في مصر. نادي الزمالك اكيد كابتن باتريس كاتروني النهارده بيفكر في الاوراق البديله للاعب زي طارق حامد. نادي الزمالك فقد طارق حامد خلال الجولات السابقه وما كانش فيه بديل يعوضه، امام عاشور ما كانش كافي في وسط الملعب، استخدم مره الناشئ هاني، استخدم مره ان هو يلعب بيه امام عاشور جنبه رؤى او جنبه اسلام جابر، ولكن ما فيش لاعب منهم اثبت انه يقدر يشيل وسط الملعب مع امام عاشور. فانا اظن ان ممكن اوباما يكون ليه دور مزدوج ما بين ان انت تلعب لاعب رقم 8 جنب امام عاشور في وسط الملعب ويكمل ويعمل زياده هجوميه، فبالتالي تدي افضليه اكتر للزمالك، بس ده بيحتاج دايما تقفيل دفاعي سواء من جنب اليمين او جنب الشمال عشان المرتدات. زي كده الزمالك عنده مواجهه صعبه، مواجهه خارج الارض، مواجهه عظيم. لا تحتمل القسم على اثنين، محتاج لا فيها فوز تحتمل اخير القسم ان على شاء اثنين الله ولا لسه. بديل عن الفوز، ودي امنيتنا. لكن هل لعيبه الزمالك، هل باتريس كارتيرون قادرون على تحقيق الفوز النهارده؟ بص، اللي حاصل مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة ما يدكش ثقة قوي بشكل واضح، يعني خسارة أمام سموحة في مباراة بتشوف باتريس كارتيرون بيعمل تغييرات غريبة جدا وكأنه لقى فيه، أنت بتتعمد إن أنت تعمل تغييرات بشكل غريب، يعني كان في لوم كبير جدا على كارتيرون إنه ما كانش منطقي تماما إن هو يقعد بشيكابالا، يقعد أوباما، يقعد لعيبة في المباراة الأولى أمام باتريس، وحتى مباراة سموحة برضه قعد لعيبه كتيره جدا اساسيين من لعيبه نادي الزمالك، وبعد كده بيحاول ان هو يستعيد نفس الشوط الثاني ولكن كان خلاص الامور راحت. فبالتالي اداء كابتن واداء الزمالك خلال المباراتين الاخيرتين امام بترو اتليكو وسموحه لا ما يدكش ثقه قوي، ولكن مع تصريحات رئيس الزمالك خلال ال 24 ساعه الاخيره ان لعيبه الزمالك خدت مستحقاتها، ان هم بيحاولوا يقعدوا مع اللعيبه عشان تجديد العقود سواء ابو جبل سواء بن شرقي، وبالتالي هو بيحاول يروح ناحيه الاستقرار الاداري، دي هتكون النقطه الاولى اللي ممكن تخلي نادي الزمالك يستعيد ذاته. النقطه الثانيه زي ما بقول لك انه الزمالك يعني الحاجات التاريخيه دي بتفرق جدا نفسيه اللعيبه في اللعيبه في كره القدم، وبتديك مؤشر، يعني عدم خساره الزمالك في انجولا لا يديك ان نادي الزمالك دايما بيكون فايق في انجولا، دايما بيأدي اداء كويس في انجولا، مباراه واحده خسرها سنه 2005 غير كده كان بيأدي بشكل كويس، حتى انه نادي الزمالك قابل بترو اتليكو في بطوله 2019 في الكونفدراليه وفاز عليه، وكانت البطوله اللي توج بيها نادي الزمالك اخر بطوله افريقيه توج بيها الزمالك 2019 في الكونفدراليه، وبالتالي ممكن تكون فئه حسن لنادي الزمالك، ولكن تبقى الثغره عند كارتيرون في مباراه النهارده هو مين اللاعب في وسط الملعب اللي هيلعب جنب امام عاشور، ده شويه اللي ممكن يديني ثقه ان الزمالك ممكن يعمل نتيجه ايجابيه او لا قدر الله ما يكونش فيه نتيجه ايجابيه.